قال يا كابتن انت تقبل انه لو كنت المركز التاسع يليق بنادي الاتحاد حتى بالعناصر هذه؟ ترجع لي العصر القديم اللي كان في 2004 2005 بتاع نادي الاتحاد، كان كل النجوم كل السوبر ستار فعلا اللي كسبوا بطوله اسيا. طيب. ولعبوا كاس عالم كاس عالم الانديه. نعم. انما تيجي تكلمني دلوقتي تقول لي احمد عسيري سوبر ستار نجم، لا معلش يا دنيا، الاتحاد لازم يكون عنده لعيبه بنفس قيمه الهلال والاهلي والفرق اللي بتصرف عليها الملايين وال100 مليون. طيب ليش يا كابتن مش الاتحاد اللي عنده لعيبه سوبر ستار؟ لا انا بس خليني اشير لهذه المبادره.